السلام عليكم ورحمة الله. اليوم قد تم فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل في مباراة موحدة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. اليوم غادي نشوفوا الطريقة ديال التسجيل في هذه المباراة. الو اكتبوا معايا، غنمشيو للمتصفح ديال الانترنت ونكتبوا كيورسو سيب، واول موقع تظهر لينا اللي هو هذا لوريونطاسيون. غندخلوا ليه، هذا الموقع هو اللي غادي نتقيدوا منه. الوغ كيف ما يمكن لكم تدخلوا لهذا الموقع مباشرة بالرابط اللي كاين هنايا، اللي غنخليه لكم في الوصف تحت الفيديو cursosip.gov.ma. فاش تدخلوا لهذا الموقع غتدخلوا لهاد الخانة هذه كونيكسيون، لان هنا كيخص يكون عندكم لوجين المود باس. باش يكون عندكم مود باس راه خص تكونوا ديجا درتوا لانسكريبسيون في هذا الموقع. حنا باقي الله دخلنا لهذا الموقع، غنمشيو لهنايا سانكريغ. كاينه بكالوريا ماروكان، كاينه بكالوريا اترونجي، يعني هنا في هذا الموقع هذا متاح، وهذه المباراة متاحه حتى للمترشحين اللي عندهم بكالوريا خارج المغرب. الوغ الا عندك بكالوريا داخل المغرب تكليكي على هذه تخلي هذه، ولا عندك بكالوريا خارج المغرب غدير هذه. هنا نكملوا، هنا تطلب لنا كود مسار، اذا غديروا كود مسار الاغ اللي عندكم، الاغ كود مسار كيدويو على الاغ، ديروا الاغ اللي عندكم. ثم تكليكوا على هادي. اذا هنا قالوا لنا باللي راه لانسكريبسيون يوسي، يعني راه تم التسجيل. والمود باس ديال هاد الموقع اللي غادي ندخلوا ليه دابا راه غنلقاوه في البواط ديالنا في التعليم بوان ام ا، يعني في الاوتلوك. غندير اوكي. اذا باش يمكن ليا نعمر المود باس خاصني نمشي نجيبو من الاوتلوك. غنمشيو ندخلو الاوتلوك، من بعد باش ندخلو الاوتلوك غنمشيو للكونيكسيون. الايميل اللي طالبين لينا هنايا راه هو الاغ ديالكم، متبوع باروباس تعليم .ma. بعد سويفون غيطلب منك المود باس. المود باس هو ديال المسار، كان تكتبو المود باس ديال المسار. من بعد سو كونيكتي، هنا يطلبو منك صفقار ديال المود باس، دير ليها اونجيستخي الا كان البيسي ديالك، الا مكانش دير انيلي. وهنا سويفون، هنا كأول مرة كتدخل هاد ليسباس هذا ديال الاوتلوك، فتيطلب منك تعطيه لادغيس ايميل. وهنايا تختار دي كيسيون وتجاوب عليهم. سوفغاردي لي ريبونس، بقات هاد الخطوة هادي نديروها حتى هي. ناخدو لادريس ايميل، ونفيريفيو، يوصلها واحد الايميل. فوالا راه وصلني الكود، الكود هو 06 49 28. هاد ديسيتاب تيديروهم الى اول واحد، يعني اول مرة تيدخل لهاد
هاد لي زيتاب يديروهم فاش كتدخل لهاد السيت لاول مره، يعني فاش كتدخل الاوتلوك لاول مره، يعني خاصك سيكوريزي الايميل ديالك باش حتى لا ضاع عليك المود باس تعرف منين ترجعو. تيطلب منك بعض الاسئله وتجاوب عليهم باش ملي يمشي لك المود باس تقدر ترجع. اذا فاش دخلنا لهنايا راه جانا ميساج ديال لانسكريبسيون فهاداك لو سيت. اذا هذا هو المود باس اللي عندنا، اذا هذا هو المود باس اللي غادي ندخلو به. ثم غادي نمشيو نرجعو لوريونطاسيون، نديرو المود باس هنايا، هنايا كود مسار اللي هو 130 096 794 متبوع ب أروباس تعليم بوان ام ا. ألوغ دابا نتكونيكتاو في هاد السيت، دخلنا ندير اونجستري. ألوغ عندكم هاد الخانة هادي ميدسين دونتير اي فارماسي كلهم كاينين هنا. ألوغ عندك هنا كتكون البرونش ديالك، ألوغ هنا كتكون البرونش ديالك. هنا عند المترشح عندو اف في تي، وهنا كتكون لا لونغ اللي بغيتي تدوز بها الكونكور، سواء اغاب سواء فرونسي سواء اونغلي. اغلبيه غادي يديروا اغاب، وكاين اللي عنده بيوف راه غادي يدير فرونسي، اللي مولف على فرونسي يدير فرونسي، واللي باغي بالعربيه يديروا اغاب. هنا غادي نديروا اغاب. الفاليدي مي انفورماسيون اوبيراسيون يوسي اوكي. من بعد نكملوا كليكيو على هادي، وهنا غادي تعمر لي دوني بيرسونيل ديالك. الو لادريس ايميل، من بعد نيميرو تليفون ولا نيميرو لا كارت اي لادريس ديالكم. هنا سيتياسيون ديالك، ثم هنا كاينه اونجستري لو برويون ولا فاليدي ميز انفورماسيون. الا درتي فاليدي ما يمكنش لك تموديفي من بعد، اما الا درتي اونجستري راه غاتونجستري هادشي اللي عندك هنا، ويمكن لك تموديفي ما حد اخر اجل باقي ما وصلش. الوغ هنا نديرو فاليدي ميز انفورماسيون، وراه كملنا الانسكريبسيون. هاد لي دو زيتاب تيجيو من بعد بري انسكريبسيون ام بعد ليكزامان. الوغ اليوم راه درنا الانسكريبسيون توتال في هاد الكونكور ديال كلية الطب. ما تنساوش ديرو ابوني جيم اي بارطاج الى عجبكم الفيديو. الى عندكم شي اسئله تخليوها لي في التعاليق، وكيما وعدتكم راه في كل ما غادي تلونسا شي كونكور ديال المدارس العليا راه غندير عليه فيديو مع الشرح، وحتى نتوما باش توصلوا بالمقاطع اللي غادي ندير فعلوا جرس التنبيه. وصلنا لنهايه الفيديو، مع السلامه والى اللقاء.